بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بفيديو رقم 2 Use of Data Encryption، استخدام التشفير أو الترميز. طبعا العنوان الرئيسي Section 3 of Unit 14 of Part 1 CMA 2020 Security Measures and Business Continuity Planning، التدابير الأمنية على أمن المعلومات تبعت الشركة، and وكيف نخطط لاستمرارية البزنس تبع الشركة. العنوان زي ما قلنا فيديو رقم 2 عنوانه Use of Data Encryption، وصر نحط اسم الفيديو وكمان رقمه مشان يتطابق مع المادة. Encryption technology converts data into a code. تكنولوجيا التشفير تحول البيانات إلى أكواد، أرقام، رموز. Unauthorized users may still be able to access the data. يعني المستخدم اللي ما عنده صلاحية يفوت على بيانات الشركة يستطيع أن يدخل أحيانا، يخترق، أوكي، وبالتالي يأخذ بيانات من الشركة، لكن المفروض ما يقدرش يفك الشفرة. Access to the data or access the data but without the encryption key، بدون ما يكون عنده مفتاح للشفرة، they cannot decode it، بيقدرش يفك الرموز تبعها. اوكي، بيقدرش يفك الرموز. اذا هذه فائدة الانكريبشن، بافتراض انه هل مستخدم استطاع ان يخترق اللي هي الباسورد والمان ان ذا ميدل اتاك والدينيال او سيرفيس بامور معينة، اخترق وحصل على بيانات معينة، لكنه يجب ان تكون بيانات الشركة مشفرة لدرجة انه لا يستطيع ان يفهمها، طبعا خاصة البيانات التي تنتقل من مكان إلى مكان آخر، أو البيانات الحساسة واللي ممكن أنه أي حد يقدر يشوفها قبل ما تنفك تكون مشفرة. Encryption technology، شو يعني تكنولوجيا التشفير؟ maybe either hardware or software base. Hardware شو يعني الhardware؟ يعني إشي ملموس، هيها CPU Central Processing Unit. أعطانا هو عدة أمثلة وأنا جبت لك المثال هذا مشان تفهم شو الهاردوير. إذا في تشفير داخل الأجهزة، ولكن في تشفير كمان سوفت وير، بمعنى رسالة معينة تنتقل من مكان إلى مكان قد تشفر وترمز. Two major types of encryption software exist. هلا بيحكي عن السوفت وير مش الهاردوير. عندهم نوعين من الانكريبشن للسوفت وير اكزيست. اولا بابليك كي، شو يعني البابليك كي؟ يعني رموز عامه، مفاتيح عامه. طبعا انا حبيت اني افرجيكم هذه، هاي اجت الرساله، هاي بابليك كي، شفرت انكريبتد اور انكريبتنج، بعدين مرت وصلت على شخص معين، فك الشفرة، هيو برايفت كي، فك الشفرة، هيو نفس الاشي هون، ديكريبت، هنا ديكريبت، هنا انكريبت، هنا انكريبت، هنا ديكريبت او ديكود، هنا كود، وهكذا. هاي الرسمة تبعت التشفير، كانت الرسالة هيك وصلت مشفرة، هاي شكلها المشفرة، هيها رموز واحد يقدر يقراها نهائيا. لما انحلت صاحبنا هون استلمها وفك الشفرة، طلعت نفس الرسالة اللي طلعت من هون. اوكي، طيب اذا في بابليك كي متعارف عليها على مستوى الدولة الامريكية خلنا نسميها، اور اسيمتريك معناته غير متماثل انكريبشن. اذا في انكريبشن تشفير على اساس مفتاح عام للدولة،
وهو غير متماثل is the more secure. طبعا اكيد the more secure تبع الدولة. Of the two, because of the two types of encryption software exist. التو مين هو التو؟ هيو الثاني برايفت كي التو. اذا هذا more secure, الببليك more secure of the two because it requires two keys. لانه هذا بده مفتاحين. The public key for coding messages is widely known. شو يعني الترميز من خلال الرموز العامة التي وضعتها الدولة ومعروفة بشكل عام نطاق واسع حتى الجيوش تتعامل بها. But the private key for decoding messages is kept secret by the recipient. لكن المستلم قد يكون عنده مفتاح خاص تأتي الرسالة عامة وهو يفتحها بطريقته الخاصة. وأنا أتذكر كان هناك طريقة للتواصل بين الجهات الاتصال مع بعضها بسموه طريقة موريس أو هيك شيء. موضوعنا إحنا التشفير، بنركز بس على التشفير. التشفير كيف بنشفر، كيف بنعمل كودينج، كيف بيتصل، كيف بفك الكودينج مشان نحافظ على بياناتنا. هاي الفكرة الأساسية. فنيات ما بدنا، تمام. The parties who wish to transmit coded messages must use algorithmically or algorithmically related pairs of public and private key. إذا حدا بده يودي رسالة معينة إلى حد ثاني فلازم يستخدم إيه؟ الترميز، خلنا نسميه الحسابي، و public and private key. The sender uses recipient public key. أنت بتستخدم اللغة التشفير الذي سيصل عند المستخدم المستلم وهو يقوم بفك الشفرة مشان يفهم عليك. Obtained from directory. Directory شو الدليل تبع الدولة اللي public. To encode. Encode شو يعني بتكود. Encryption. Encoding. The message. مشان ايش تكود المسج. المسج رسالة السلام عليكم ورحمة الله وكذا مش عارف شو ارسلونا 100,000 مبلغ وطبر. اذا انت بتحولها الى زي ما شفنا قبل شوي. هاي زي ما شفنا. هاي it was encoded صارت هيك. هلا decoded صارت هيك نفس الشيء هون. اوكي obtained from the directory to encode the message and اذا بيستخدموا لغه خاصه لغه تابعه للدوله عامه and transmits the message to the بيودوا الرساله بس مشفر ما حد بيقدر يقراها الا المستلم. The recipient then uses the public key. والريسيبنت بيستخدم المفتاح العام للرسالة and the related private وأمور أخرى secret key to decode the message. يعني مرات ممكن تصل مشفرة وقول لك والله وصلك الخبر ولا لا. الخبر هذا إشي ثاني. يعني بمعنى تشفير على تشفير وبالتالي هو بيستخدم البابليك key حيفك الشفرة بعدين هو بيستخدم مفهومه الخاص البرايفت كي to decode the message. Neither party knows the other private key. ولا واحد بيعرف البرايفت كي تبع الطرف الآخر. The related public key اللي هي المفتاح العام and the private key pair is issued by a certificate authority. And the private key pair is issued by من هي الجهة التي أصدرت هذا اللي هو الكيس البرايفت كي؟ جهة دولية، جهة الدولة، الدولة يعني مؤسسة للدولة. Third party fiduciary طرف ثالث هي اللي حطت الرموز بس انت بترسل وهذاك بيستقبل. اذا انتوا طرفين هذا طرف ثالث حيادي بحط الرموز. مثل very sign or thought يعني مؤسسات ما بتهمناش كثير. However the private key is issued only to one party. البرايفت كي يتم اصداره لجهة واحدة هي التي سوف تستلم. شوفوا RSA named for its developer ثلاثة اللي طوروها، واحد اسمه رايفست، واحد اسمه شامير، واحد اسمه أدلمان. ثلاثة شو اخذوا الاختصار RSA. هم اللي طوروا هذه اللي هي اللي نسميها البرايفت كي. Is the most commonly used public key method.
اذا اكثر شيء مستخدمه في الببليك كي ميثود. زي ما قلنا احنا ما بدنا التفاصيل، ما بدنا الفنيات، بدنا انه الرساله يجب ان تشفر فقط مشان تصل معلومه سليمه وتفك واتخذ الاجراء بناء عليها. بدناش تفاصيل لانه احنا لا مبرمجين ولا مطلوب منك امتحان برمجه، الامتحانات بسيطه حتشوفها الاسئله تبعت المالتيبل تشويس في هذا الموضوع. اذا هذا الار اس اي هي عباره عن ايش؟ فور اس ديفلوب، هم اللي طوروها ثلاثه. از ذا موست كومنلي يوز بابليك كي ميثود، اكثر شيء منتشر كبابليك كي. هلا بيجي على النوع الثاني برايفت كي. لما قال هون في عندنا it requires two keys، هون two major type of encryption software exist، two major type. اذا هذا التايب الثاني برايفت كي اور سيمتريك. شوفوا البابليك كي اسيمتريك غير متماثل، البرايفت كي سيمتريك. انكريبشن شفره يعني الذي ارسلها والذي استلمها سيستلمها بفم مع بعض. از ليس سكيور بس لكنها اقل امن وامان، ممكن تنكشف بيكوز ات ريكويرز اونلي سنجل كي، مفتاح واحد فور ايتش بير اوف بارتيز، الاثنين المستقبلين والمرسل والمستقبل ذات وونت تو سند ايتش اذر كودد مسج، للي بدهم يراسلوا بعضهم بعض، يعني لغه خاصه بين بعضهم البعض. اوكي طيب داتا انكريبشن ستاندرد، هاي رمز شيرد برايفت كي خاصه، العنوان هون ميثود ديفلوبد باي ذا يو اس جفرمنت، بالحكومه الامريكيه يو اس جفرمنت، واز ذا موست بريفالنت سيكريت كي ميثود، اكثر شيء سائده للاتصال السري. It is based on numbers with 56 binary digits. هذه طبعا لها علاقة بالكمبيوتر. هلا بعد شوي بقول تريبل، تريبل دي اي اس واز ديزايند، هي نفسها دي اي اس. اوكي؟ واز ديزايند از ريبليسمنت اوف دي اي اس اند از بيست اون ذا دي اي اس الجوريثم. تعتمد على الدي اس الجوريثم اللي هي الرياضيات اور ماثماتيك. It uses an effective key strength of effective key strength، يعني المفاتيح 168 باينري ديجيتس مش 56، هذا اكثر effective. كل المعلومات ما بتهمنا، بتهمنا الرساله وصلت ولا لا، انكربشن ديكربشن. ذا ادفانس انكربشن ستاندرد اي اي اس از سيمتريك، ها سيمتريك شو يعني؟ متماثل، هيا سيمتريك كي الجوريثم ديزايند از ريبليسمنت فور تريبل دي اي اس. إذا كمان طلع واحدة اسمها AES حلت محل DES. تطور. It is used worldwide على شكل عالمي by US government organization to protect sensitive information. تستخدم الحكومة الأمريكية ليفهم المرسل، ليفهم المستقبل على المرسل. بس مش مطلوب أكثر من هيك. الرسالة إنه بسموها encryption or encoding، وهناك لما بتصلوا بعملها ديكريبشن او ديكودينج، بفك الشفره وخلاص بتصل الرساله. هذا لحد هون بنتهي هذا الفيديو لحد الفاير وول، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.